سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحفل الكريم. أنا يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة النقل أن أنا أقدم لحضراتكم عرض لما تم إنجازه من مشروعات وما يتم إنجازه بالفعل. أنا أتحدث الآن فقط على مشروعات في نطاق الطرق والكباري التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل، ولكن وزارة النقل أيضا تنفذ مشروعات الأخرى سوف يكون لنا يعني فرصة أن نعرضها في لقاءات قادمة إن شاء الله. هناك عمل كبير يتم الآن في كافة قطاعات وزارة النقل، وأنا عاود أقول إن احنا في وزارة النقل بننفذ مشروعات ضمن المشروع القومي للطرق اللي بتتبناها سيادتك سيادة الرئيس، وبننفذ مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية الحالية، ثم بننفذ مجموعة كبيرة من المشروعات الكباري على النيل وفروع النيل. بالنسبة للمشروع القومي للطرق، وزارة النقل مكلفة بتنفيذ 12 مشروع في المشروع القومي للطرق، واحنا انتهينا بالفعل وهننتهي النهارده بتشريف سيادتك بالافتتاح من 8 مشروعات. من هذه المشروعات ال 12 منها تطوير طريق وادي النطرون العالمين بطول 135 كيلو، وتفضلت سيادتك بافتتاحه في المناسبة السابقة، ثم إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي وهذا أيضا انتهى التنفيذ، ثم ازدواج وصلة النفق الشط عيون موسى شرق القناة وهذا انتهى تنفيذه بالفعل، ثم ازدواج طريق سوهاج سفاجة وتطوير الطريق القديم بطول 180 كيلو وهذا افتتاح اليوم إن شاء الله، ثم ازدواج طريق إنا سفاجة بطول 120 كيلو وهذا أيضا افتتاح اليوم إن شاء الله، والطريقين دول مع ميناء سفاجة بيمثلوا يعني البنية الأساسية الرئيسية لمشروع المثلث الذهبي في هذه المنطقة المهمة والواعدة في مصر. ثم نتحدث عن طريق المنيا إلى طريق الشيخ فضل راس غارب وهذا المشروع انتهى بالفعل نسبة التنفيذ 100% وإن شاء الله يكون موجود معنا في الافتتاح القادم إن شاء الله. بنتحدث عن الازدواج وتطوير القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل راس غارب وهذا افتتاح اليوم بطول 90 كيلو. نتحدث عن تطوير طريق القاهرة السويس وهذا بطول 70 كيلو وهذا انتهى بالفعل وهذا سوف يكون موضع افتتاح اليوم. نتحدث عن طريق جنوب الفيوم الواحات ونسبة التنفيذ وصلت الآن إلى 85% وأعتقد أنه هيبقى جاهز إن شاء الله خلال أقل من 3 شهور من الآن. طريق الفرافرة عين دلة وهذا المشروع نسبة تنفيذه الآن 80%. ثم هناك مشروعين الكبار طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو، ثم طريق الدائري الإقليمي من طريق بلبيس الصحراوي وصولا إلى قاهرة اسكندرية الصحراوي بطول 92 كيلو، وإن شاء الله هعرض على سيادتك بعض من الصور في الموقع الآن للمشروعين المذكورين في 11 و 12. بالنسبة لمشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية، نحن نتحدث عن مشروعات تمت بالفعل وتكلفت 2 مليار جنيه، بعضها سيادتك تفضلت بافتتاحه بالفعل مثل طريق المدوج من اولا طريق المدوج من طنطا الى كفر الشيخ، هذا سيادتك شرفتنا بافتتاحه في المناسبه الماضيه وهذا انتهى بالفعل. طريق المدوج من المحله الى كفر الشيخ وهذا انتهى ايضا. تطوير وتوسعه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نحن نضيف حارة جديدة لهذا الطريق الآن على في جميع مراحله، احنا هنا بنتكلم على جزء من كفر الدوار إلى كفر الزيات وهذا تم بالفعل. نتحدث كمان عن ازدواج طريق سفاجة إنا قبل تقاطعه مع طريق الصعيد البحر الأحمر، تاتك افتتحت جزء من هذا الطريق، احنا ده جزء ده احنا خلصناه بطول 20 كيلو. ازدواج طريق من شيت القناطر الخطبة بطول 37 كيلو. توسعة طريق الفيوم من محطة التحصيل إلى كوم وشيم. تطوير القطاع السادس
بالطريق الدولي الساحلي. نتحدث هنا عن المسافة من الرشيد إلى البرولس، وهذا انتهى بالفعل. وبعدين نتكلم عن الدواج طريق الإسماعيلية القصاصين، وهذا المشروع أيضا انتهى بالفعل، وكانت تواجهه بعض الصعوبات وتمكننا من التغلب عليها وانتهى المشروع بالفعل. إجمالي هذه المشروعات التي تم الانتهاء منها في مشروعات طبقة الطرق الرئيسية غير مشروعات المشروع القومي للطرق 2,156,000,000 جنيه. هناك مشروعات جاري العمل فيها من ضمن مشروعات شبكة الطرق الرئيسية، وهي الدواج طريق سوهاج إلى الصحراوي بطول 140 كيلو، وده كان يعني مسار أو طلب لكثير جدا من أبناء الصعيد. احنا الآن مستمرين في الدواج الطريق الصحراوي الغربي وعلى مراحل، والآن نعمل في منطقة من سوهاج إلى إنا الصحراوي. نتكلم عن ازدواج طريق الأنطرة الصالحية القصاصين، ده بيأخذ من النقطة اللي بينتهي عندها ازدواج طريق الإسماعيلية القصاصين وبينطلق في اتجاه الصالحية ثم الأنطرة، وده بطول 55 كيلو، نسبة تنفيذ 60% الآن. إنشاء طريق التوفيقية قناطر بولين التوفيقية في محافظة أول محافظة البحيرة، وقناطر كفر بولين في المنوفية، نسبة تنفيذ 65%. هناك قطاع آخر في الطريق القاهرة اسكندرية الزراعي من كفر الدوار إلى كفر الزيات، مرحلة أخرى داخل نفس ما بين هذه النقطة والأخرى، دي مرحلة تانية 33 كيلو، نسبة تنفيذ 55%. استكمال ازدواج طريق الصحراوي الغربي في أسيوط وسوهاج ومغاغة، أسيوط إلى سوهاج ومغاغة العدوى، دي كانت أجزاء لسه مش منتهية بتتم الآن، نسبة تنفيذ 93%. الطريق الداعم للطريق الدائري هنا في القاهرة من طريق الإسماعيلية إلى الاستراد، نسبة تنفيذ 60%. تطوير طريق القاهرة اسكندرية الزراعي في المنطقة من بنها إلى كفر الزيات، استكمالا للجزء اللي كنا بنتكلم عليه من منذ قليل عن كفر الدوار وكفر الزيات هنا، وكذلك وصل الضفرة كفر الزيات اللي هي بتخرج كثير من الحرجة من وسط مدينة طنطا وتوجهها مباشرة إلى الطريق الزراعي، فبنتكلم على نسبة تنفيذ 30%. ثم ده مشروع جديد احنا بدأناه، وده مشروع استشعارا من أهمية المحور أو الحركة الموجودة من بنها إلى أجا والمنصورة ودمياط، فاحنا بدأنا عملية تطوير هذا الطريق المهم والحيوي جدا بنها أجا المنصورة بطول 73 كيلو. احنا بدأنا هذا المشروع من حوالي شهرين، والعمل بيسير الآن بشكل جيد جدا. هناك ثلاث كباري على هذا الطريق عند كفر شكر ودقدوس وسهركة الكبرى إن شاء الله. مشروعات الكباري على النيل وفروعه، نتكلم هنا عن محور طلخة المنصورة في الدقهلية بتكلفة 460,000,000 جنيه، وهذا موضع افتتاح سيادتك اليوم. نتكلم عن محور بنها كجزء من التأهيل الإقليمي الذي نقوم بتنفيذه الآن، وهذا محور بنها هذا مجموعة كباري على النيل في منطقة بنها، ده في نطاق محافظة الأليوبية، 447 كيلو مليون، نسبة تنفيذ 90%. محور الخطبة أيضا جزء من الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، 700,000,000 جنيه، وكوبري جرجة في محافظة سوهاج على النيل، ونسبة تنفيذ الآن 93%. ثم تحدث عن كوبري طمع، كوبري طمع هذا في الناحية الغربية في نطاق محافظة سوهاج، وفي الناحية الشرقية في نطاق محافظة أسيوط، وده تكلفته 648,000,000 جنيه، ونسبة تنفيذ 55%. أنا بس عاود أقول بالنسبة لكوبري طمع وسوهاج وكلبشة، احنا نتحدث عن محور كامل طوله من 10 إلى 15 كيلو، بيربط ما بين طريق صحراوي غرب النيل وشرق النيل، وبيعبر السكة الحديد، وبيعبر أي مجاري مائية أخرى، وليس فقط كوبري على النيل فقط.
كوبري كلبسة شمال مدينة أسوان، تكلفة 540 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 60%. ثم حاليا أيضا في نطاق الطريق الدائري الإقليمي اللي بننفذه ما بين طريق بلبيس وطريق الأسكندرية، كوبري على ترعة وطريق الإسماعيلية في نطاق محافظة الشرقية، ونسبة تنفيذ أكثر من 90% الآن. هناك تقدم ملحوظ جدا لسيادة الرئيس، أنا عارف سيادتك مهتم جدا بالمشروعين دول، هناك تقدم ملحوظ جدا في طريق شبرا بنها الحر وفي الطريق الدائري الإقليمي. أنا بس عاوز أعرض على سيادتك بعض من الصور، ده تقاطع طريق شبرا بنها الحر مع الطريق الدائري هنا في القاهرة حوالي 2 كيلو بعد مخرج طريق الإسكندرية الزراعي للقادم من إمبابة، ده مخرج الطريق، وهنا بنتكلم الاتجاه ده مؤدي الى جسم الطريق نفسه المتجه الى بنها، وهذا ايضا منظر اخر لهذه المنطقه. نتكلم على مجموعه كبيره جدا، انا عاوز اقول ان طريق شبرا بنها ده عليه اكثر من 80 عمل صناعي وكوبري وبعضها كباري ضخمه جدا، هنا كوبري اعلى ترعه الشرقويه، ودي أعمال الجسر الترابي للطريق بتتم على قدم وساق الآن، وده الطريق الدائري، ده تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق شبرا بنها الحر، لأن طريق شبرا بنها لما يتجه شمالا عشان يصل إلى طريق القاهرة بنها القاهرة اسكندرية الزراعي بيصل بعد مدينة بنها، وعشان يصل بعد مدينة بنها بيصل مستخدم جزء من الدائري الإقليمي، وهذا تقاطع كبير لطريق شبرا بنها مع الطريق الدائري الإقليمي، وبيبين في آخر الصورة الجسر بتاع الطريق الدائري الإقليمي متجه إلى بنها. ده كوبري على النيل في بنها جزء من الدائري الإقليمي، ونسبة التنفيذ الآن 90%. ده جزء من كوبري أعلى ترعة الإسماعيلية وأعلى طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي اللي بيظهر في شمال الصورة، وده كوبري أعلى ترعة الإسماعيلية أيضا نظرة أخرى، وده كوبري تقاطع طريق مع طريق بنها المنصورة وأعلى الرياح التوفيقي، ده قادم من الشرق وهنا أعلى الرياح التوفيقي أو طريق المنصورية، وبعد كده في طريق شبرا طريق بنها المنصورة، ثم يستمر ليصل ليعبر نهر النيل بعد ذلك. افتتاحات اليوم سيادة الرئيس 5 مشروعات، تطوير وازدواج طريق سوهاج سفاجة 884 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق إنا سفاجة 481 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق الشيخ فضل 317 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق القاهرة السويس الصحراوي بمليار و185 مليون جنيه، محور طلخة المنصورة أعلى مدينة المنصورة وأعلى طلخة، وهذا تكلف 460 مليون جنيه. مجموع المشروعات اللي ثبتك هتشرفنا نفتحها النهارده تكلفتها 3 مليار و290 مليون جنيه. الطرق الصعيد البحر الاحمر اللي هي من هنا الى سفاجه ومن سوهاج الى سفاجه، هذا هو موقعها، وكما قلت ده العناصر الاساسيه في مشروع المثلث الذهبي هي وميناء سفاجه. المشروع كلف 848 مليون جنيه وانتهى منذ شهرين تقريبا، وعدة شركات نفذت هذا العمل، شركات من وزارة النقل وشركات أخرى، والمشروع ده عبارة عن اتجاه جديد لهذا الطريق بحارتين في كل اتجاه، ثم إعادة تطوير وتأهيل الطريق القديم بالكامل. الطريق الآخر قنا سفاجة ده انتهى ايضا وتكلفته 481 مليون جنيه. الطرق دي طبعا يعني لها اهميه كبيره جدا
لان هي مرتبطه بربط ساحل البحر الاحمر وربط المواني في البحر الاحمر بالوادي محافظات الصعيد تحديدا، ودي مناظر من اجزاء التي تم تنفيذها في طريق سوهاج سفاجه. طبعا التوبوغرافية في المنطقة صعبة جدا، لكن الحمد لله المشروع انتهى. المشروع الثالث هو مشروع القطاع الغربي من طريق راس غارب الشيخ فضل بطول 90 كيلو، وهذا القطاع تم تحويله إلى طريق من 6 حارات 3 في كل اتجاه، وتم الانتهاء منه، وإحنا إن شاء الله بنطمع طبعا بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان إن إحنا نضيف القطاع الشرقي أيضا من هذا الطريق وصولا إلى ميت غارب بطول 150 كيلو، نضيفه إلى الأعمال المطلوبة عشان يعني يبقى الطريق ده اكتمل بالكامل. هناك طريق آخر اللي هو يصل ما بين المنيا وهذا الطريق، وكما قلت هذا الموضوع احنا تم الانتهاء منه تماما وسوف يكون موضع افتتاح في المناسبة القادمة إن شاء الله. تكلفة هذا الطريق 317 مليون جنيه وانتهى بالفعل، وشركة منفذة أحد الشركات القبرصية التي عملت في مصر. وهنا ده الطريق ده عبارة عن 3 حارات في كل اتجاه، ويؤدي نفس الغرض طبعا زي طرق الصعيد البحر الأحمر، بدأ ده شمالا بيخدم أبناء محافظة المنيا. الطريق الرابع هو طريق القاهرة السويس، بدأتك تتذكر في الافتتاحات الماضية كانت نسبة التنفيذ 70%، احنا انتهينا من المشروع ده منذ حوالي شهر تقريبا بالمتابعة، ومتابعة لصيقة جدا وبتفاني شركات المخولات التي عملت في هذا المشروع. الطريق ده من الطريق الدائري الإقليمي وحتى مدخل مدينة السويس، طوله 70 كيلو بتكلف 1.150 مليار جنيه. هذا الطريق نفذته مجموعة شركات حسن أبناء حسن علام وبتروجيت وشركات الإنشاء والرصف شركة السلام. الطريق ده بيحتوي على 3 حارات في كل اتجاه وحارتين إضافيتين لنقل للعربيات النقل، فبالتالي هو 5 حارات في كل اتجاه. حارات النقل التقيل موجودة في طرفي الطريق. الاتجاه القادم من السويس رصف خرساني عشان أحجام أوزان العربيات التقيلة اللي جاية من المحاجر اللي في السويس. على هذا الطريق في 6 كباري تم الانتهاء منها بالفعل، كباري دوران للخلف عند الكيلو 70. ودي كباري دوران للخلف أخرى عند الكيلو 93 في الاتجاهين. وده مدخل مدينة السويس أعلى سكة الحديد، وقبل هذا التقاطع هناك تقاطع آخر عند كيلو 109 اللي عنده بيتفرع الطريق عشان يروح لنفق أسفل قناة السويس. المشروع الأخير ده من ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية، وهو المحور أعلى مدينة المنصورة وأعلى طلخة، ويخدم كل القادم من الدلتا، ويخدم كمان القادم من محور من طريق الدائري رافد جمصة. وهذا الحجم الكبير جدا من الحركة لا يدخل مدينة المنصورة، ولكنه يعبر في محور طوله حوالي 10 كيلو أعلى مدينة المنصورة، ويصل كل هذه الروافد إلى أن يصل إلى طريق المنصورة دمياط ورأس البر. ده تفصيل لمجموعة الأجزاء المكونة لهذا المحور الكبير من رافد جمصة إلى مطرف نمرة 1 إلى أعلى السكة الحديد إلى نهر النيل إلى
كوبري ترعه المنصوريه. مشروع تكلفته 460 مليون جنيه ونفذته شركه حسن علام. ده بيتكون من كوبري على النيل، وبيتكون من كوبري اعلى خط سكه حديد طنطا المنصوره دمياط، وكوبري اعلى ترعه المنصوريه، وكوبري رافد جمصه، وكوبري اعلى مصرف نمره واحد. زي ما انا قلت من شويه، مهمته هدفيته في ربط المرور القادم من شرق الدلتا دون ان يمر داخل مدينه المنصوره، اللي هي شوارعها مكتظه بالفعل باعداد غفيره جدا من العربيات، اللي هي ليست لها علاقه بالمنصوره ولكنها عابره للمنصوره. وزي ما السيد اللواء كامل بعد شويه هيتكلم، هذا المشروع يكمل مشروع اخر وهو كوبري سندوب الذي يقع جنوب المدينه، وهذا المحور يقع شمال المدينه. هذا كوبري على النيل من ضمن محور طلخه. هذا ايضا شكل الكوبري على النيل. ايوه، ده كوبري اعلى خط السكه الحديد طنطا المنصوره دمياط، نفس الكوبري. ده مصرف نمره واحد، ده نفس الكوبري، وده الكوبري الخاص برافد جمصة في القطاع الغربي من الكوبري. انا يعني اهالي المنصوره اعتقد، وحتى جميع سكان شرق الدلتا اعتقد، يدركوا يعني اهميه هذا المشروع المهم لاعاده احياء مدينه المنصوره بشكل افضل ان شاء الله. انا انتقل لحضرتك بس في الافتتاحات، فنبدا بالمشروع الاول الشيخ فضل. افتتاح مشروع تطوير وازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل، المهندس محمد اسماعيل. اتفضل يا محمد. تمام يا فندم. مهندس محمد اسماعيل، الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري، وزاره النقل، المشرف على ازدواج طريق الشيخ فضل بطول 90 كيلو متر. استاذن في ازاحه الستار يا فندم. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. افتتاح مشروع محور طلخة المنصورة على النيل، مهندس محمد وصفي قناوي. اتفضل يا محمد. تمام يا فندم. مهندس محمد وصفي قناوي، الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وزارة النقل، المشرف على تنفيذ مشروع محور طلخة على النيل بطول 8 كيلو متر. استأذن في إزاحة الستار يا فندم. اتفضل يا فندم. يا عمر فندم. شكرا فندم. المشروع الذي يليه يا سيادة الرئيس، افتتح مشروع تطوير وازدواج طريق القاهرة السويس الصحراوي، مهندس محمد الجمل. اتفضل يا محمد. فندم مهندس محمد الجمل، الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وزارة النقل، والمشرف على مشروع تطوير طريق القاهرة السويس الصحراوي بطول 70 كيلو متر وبعرض 5 حارة مرياف في كل اتجاه. استأذن في إزاحة الستار يا فندم. اتفضل يا فندم.
أنا عاوز أقول يا ريس إن طريق السويس الآن أصبح لا يقل عن طريق القاهرة اسكندرية من ناحية مستوى الأمان ومستوى التصميم والتقاطعات الحرة الواقعة على الطريق. بس حضرتك عملت طريق الخدمة من السويس لغاية الدائري، ومن الدائري للقاهرة مفيش. صح. وبالتالي النقل التقيل كله اللي جاي من المواني ومن الكلام ده حقيقة هيبقى ماشي الحال. صح. لكن اللي هيخش القاهرة هيبهدل الطريق. هو عرف الجزء اللي هو من الدائري في القاهرة الطريق الإقليمي كان نفذ في وقت سابق، لكن أنا عاوز أقوله أنه إن شاء الله مع انتهاء الدائري الإقليمي اللي هو هيكون يعني أقل من 5-6 شهور من الآن، لابد أن احنا يبقى في عندنا أولا يعني نقطة سيادتك طبعا واجبة ما احنا ناخدها في الاعتبار، لكن اللي عاوز بس اقول عليه انه مع انتهاء الطريق الدائري الاقليمي هيبقى عندنا فرصه ان احنا نتحكم اكتر في عربيات النقل الثقيل ودخولها للقاهره. الان احنا نتيجه انه ما فيش حوالين القاهره غير الطريق الدائري فقط، فالعربيات بتقرب جدا من القاهره. مع انشاء الطريق مع اكتمال الطريق الدائري الاقليمي انا اعتقد ده هيبقى فرصه يعني جيده جدا للسيطره على حركه دخول عربيات النقل الى القاهره، ومع ذلك طبعا يعني ما هو يعني سوف يتبقى من حركه النقل الثقيل اعتقد ان هي تحتاج انها تاخذ في الاعتبار. الموضوع التالي افتتاح مشروع طريق سوهاج سفاجه، المهندس احمد غازي. اتفضل يا احمد. تمام يا فندم. مهندس احمد غازي، الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري، وزاره النقل، المشرف على مشروع تطوير وازدواج طريق سوهاج سفاجه بطول 180 كيلو متر، عدد 2 حاره في كل اتجاه، باجمالي طول 360 كيلو متر. استاذن في ازاحه الستار يا فندم. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. المشروع الاخير سياده الرئيس هو افتتاح مشروع تطوير طريق انا سفاجه اللي هو المكمل لطريق سوهاج سفاجه كطرق الصعيد البحر الاحمر. مهندس صابر محروس عبد الحميد، تفضل يا صابر. يا عمر يا فندم. شكرا سيادة الرئيس.